سلام، يا رب تكونون بخير. القدرة على تأجيل الإشباع من أكثر الأمور اللي تساعدنا أنه إحنا نحقق أهداف أكثر. سووا علماء النفس دراسة على أطفال كانت أعمارهم 4 أعوام بس، وقالوا لهم إحنا رح نعطيكم قطعة الحلوى، إذا جينا وأنتم ماكلين هاي القطعة يعني أنتم ما رح تاخذون مكافأة بالقطعة الثانية، واللي ما يأخذ هاي القطعة من نحنا نجي رح ننطيكم القطعة الثانية همين. الأطفال اللي قدروا يسيطرون على نفسهم وما يأكلون قطعة الحلوى من كبروا بالعمر وصاروا بالثانوية كانت درجاتهم الدراسية أحسن، لأن بكل بساطة ممكن لو كانوا رايدين يلعبون يأجلون اللعب لحد ما يخلصون دراستهم، ومن صاروا بعمر أكبر كان عندهم مشاريعهم الخاصة، وإلى حد ما هم مستقلين ماديا أكثر من الأشخاص الثانية اللي ما قدروا يسيطرون على نفسهم. سووا دراسة ثانية بجامعة هارفارد على رجال هم من كان عندهم القدرة على تأجيل الإشباع والدفاعات الناضجة بشكل عام، مثل تأجيل الإشباع والتوجه الذهني والفرح بالحياة، يعني كان عندهم تفاؤل. اكتشفوا أنه هذين الرياجيل كانت أعمارهم أطول ودخلهم المادي كان أكثر، وكان أكو تحسين بحياتهم المادية والاجتماعية همين. إذا عجبكم هذا التسجيل سووا له إعجاب ومشاركة واشتراك للقناة. شكرا لكم، هواية تحياتي، مع السلامة.